اذا احد الاشياء بتهمنا كمان نحسبها هي نشوف الريبل فاكتور في الشوبرز او في الدي دبليو ام سيجنالز. هلا خلينا نطلع هاي السيجنال اول شيء. هاي السيجنال ممكن افكر هل هاي اي سي ولا دي سي؟ دي سي. دي سي لانه الها انها افرج دي سي مش هيك؟ بس ليش ممكن اقول كمان انها اي سي؟ في كمان فيها اي سي كومبوننت مزبوط؟ يعني هي مش بيور دي سي. هلا لو كانت هذه بيور دي سي شو بيكون شكلها؟ قديش على فكره الافرج تبع هاي؟ واحد هي المشكلة. هذول أنا مش متساويين، جايبهم اثنين اون وثلاثة اوف، فرح تكون 14. فتقريبا 14 القيمة هاي رح تكون هي الافرج فولتج تبع هاي. فهاي لو انها كانت فولتج زي هيك، هذا ايش بقدر اقول عنه الفولتج اللي هون؟ دي سي. هذا بيور دي سي، ما فيش فيه ريبل. الريبل قديش هون؟ زيرو. هون هلا الافرج دي سي هون مساوي للافرج دي سي هون، لكن هذه فيها ريبل اعلى بكثير من هاي السيجنال اللي موجودة هون. احد الاشياء اللي بنحاول نطلع فيها بدنا نطلع الريبل فاكتور للسيجنال هذه اللي موجوده هون، يعني بدنا شيء يعبرنا قديش الريبل اللي موجود هون، قديش هاي السيجنال عماله بصير فيها ريبل، بصير فيها تغيرات. اذا فكرت في هاي السيجنال كانها هاي السيجنال عباره عن مجموعه تو سيجنالز، كانها عباره عن مجموعه سيجنال دي سي زي هيك، وكانه مجموع لها سيجنال ثانيه اي سي الافرج تبعها زيرو. يعني شوفوا ايش عم بعمل، خليني اضبط البيرنج هون بحيث انه تسهل علينا الرسم. فراح اخلي هذه السيجنال تو هاف اون هاف اوف، رح تكون حتى بس حتى يصير الرسم اسهل علينا وتصير اوضح، وراح اعمل ارتفاعها اربع مربعات. فراح اعمل ارتفاع هاي السيجنال واحد اثنين ثلاثه اربعه، وراح اخليها نص اون 50% اون 50% اوف. قديش البيتي سايكل تبعتها؟ نص 50%. هاي اول شيء راح اعمله هون. فهاي السيجنال كانها مكونه من التو سيجنالز التاليات، من سيجنال افرج دي سي قيمه ارتفاعها مربعين، يعني خليني افترض انه هذه 4 فولت هون، فهي راح تكون كانها هاي 2 فولت هون، ف 2 فولت هون هي الافرج. فكانه هاي السيجنال مكونه من تو سيجنالز، من الاسود هذا اللي هو دي سي. هلا هذا بيور دي سي، بيور دي سي ما فيش فيه اي نعم بيور دي سي. والجزء الثاني راح يكون هذا، هذا الافرج تبعه قديش؟ هون اثنين. لو نزلته اثنين لتحت شو بصير؟ مش بصير نصه فوق الخط ونصه تحت الخط؟ فكانه هذا مكون من هي عندي هون هي اثنين اب واثنين داون اثنين اب واثنين داون. هلا هاي السيجنال صارت بيور اي سي مضبوط؟ ما فيش فيها شفت، وهاي صارت بيور دي سي. فبقدر معنا اقول عن هاي السيجنال انه الار ام اس الاصلي اللي موجود، لانه الباور الموجوده بالسيجنال هاي بتساوي الباور الموجوده بالسيجنال هاي زائد الباور الموجوده بالسيجنال هاي، مزبوط؟ فاذا كان هذا صحيح معناها الار ام اس تبع هاي السيجنال بيساوي الار ام اس تبعت هاي السيجنال زائد الار ام اس تبعت هاي السيجنال، مزبوط؟ لانه احنا دائما بنقول ار ام اس ايش بيمثل؟ بيمثل الباور اللي موجود بالسيجنال، فلما بربعه بصير ممثل تماما للباور الموجوده بالسيجنال. اذا عندي اللي عم بقوله انه الباور الموجوده بهاي السيجنال مساوي للباور الموجوده بهاي بيور دي سي زائد الباور الموجوده بهاي بيور اي سي. اذا صار عندي في ار ام اس تربيع بتساوي في اي سي تربيع زائد في دي سي تربيع. البيور دي سي ايش العلاقه بين الافرج والار ام اس له؟ لو عندي سيجنال هي بيور دي سي زي هيك ضعف، ايش العلاقه بين الار ام اس له والدي سي له لما يكون بيور دي سي؟ نفسه السيجنال هاي في دي سي لها او في افرج لها، في افرج بيساوي الفي ار ام اس لما تكون كونستنت زي هيك، مش ساينوسويدال ولا شيء. اذا عندي سيجنال مش ساينوسويدال كونستنت زي هيك، الافرج لها بيساوي الار ام اس لها. اذا هذا هون بقدر احط هذا هون افرج زائد في اي سي تربيع بيساوي في ار ام اس تربيع للسيجنال الاصلي. اذا انا بس بدي احسب الافرج، احسب الار ام اس، بقدر اطلع الفي اي سي. تعريف الريبل فاكتور بيساوي في اي سي على في افرج. في اي سي من هون ايش بيصير؟ بيساوي في ار ام اس تربيع ماينس في افرج تربيع. اذا في اي سي بيساوي جذر في ار ام اس ماينس في افرج. يعني
عم بقى انا هون ايش عمالي بقول؟ بقول في ار ام اس فاليو لاي سيجنال لهي السيجنال. مضبوط في ار ام اس لهي السيجنال اللي موجوده هون. هذا الار ام اس بيساوي في ار ام اس ماينس في الافرج. اذا صار عندي هون بقدر اعوض محل هدول، اذا في اي سي بقدر احول محلها في ار ام اس تربيع ناقص في افرج تربيع على في افرج هذا هون ريبل فاكتور. ناخذ لو عندي بي دبليو ام سيجنال لها ديوتي سايكل، والديوتي سايكل راح اعبر عنه بدي سي تربيع. في افرج لسيجنال لها ديوتي سايكل شو بيساوي؟ اخذناه بالسؤال اللي حليناه قبل شوي. ايش الفي افرج لسيجنال لها ديوتي سايكل؟ ايش الافرج لها؟ في ماكس في لا لا الافرج افرج في ماكس في مش في ار ام اس في افرج لهي يساوي في ماكس في الديوتي سايكل مضبوط وفي ار ام اس شو بيساوي للسيجنال هاي بيساوي في ماكس في جذر ديوتي سايكل مش هيك بعوض هلا هدول فبصير عندي محل هذه راح احط في ماكس تربيع مضروب في هلا هذا كان في ماكس في جذر الديوتي سايكل لما بربعه شو بصير؟ ديوتي سايكل ناقص في افرج، في افرج راح تصير في ماكس تربيع في الديوتي سايكل تربيع. في ماكس تربيع ديوتي سايكل تربيع على في ماكس في ديوتي سايكل. في ماكس بقدر اطلعها برا فوق مش في ماكس تربيع هون؟ في ماكس تربيع هون بطلعها برا، شو بتصير برا؟ في ماكس على في ماكس بضل عندي تحت ديوتي سايكل تربيع، فوق ايش عندي؟ ديوتي سايكل ماينس ديوتي سايكل تربيع. هل هذا الرقم اللي فوق بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اللي تحت الجذر نيجاتيف. مين بقول بوزيتيف؟ نيجاتيف. بسيسو ليش نيجاتيف؟ لانه التربيع اكبر. تمام التربيع هذا صحيح باي حال، الديوتي سايكل اكبر من واحد ولا اصغر من واحد؟ ديوتي سايكل ايش لازم تكون الديوتي سايكل؟ دائما اصغر من واحد، اذا بربع رقم اصغر من واحد شو بيصير فيه؟ ربع 0.5 قديش بتصير 0.5 تربيع؟ 0.25 ربع 0.1 تربيع شو بتصير؟ 0.01 اذا بربع رقم اكبر من واحد شو بصير فيه دائما؟ بصغر اذا هذا ناقص مربع شو راح يكون دائما؟ بوزيتيف ماشي اوكي اذا بتحط تقدر تطلع هذه برا كمان بتصير عندي هون بطلع دي سي برا بتصير هذه واحد على دي سي وهي واحد بتصير عندي واحد على دي سي تربيع ناقص واحد تحت الجذر اي واحد منهم خلينا ناخذ مثال عليها نحل بس رقم بسيط نشوف الريبل فاكتور مثلا لو كانت الديوتي سايكل 50% لو الديوتي سايكل 50% يعني الديوتي سايكل 0.5 قديش بكون الريبل فاكتور في الحاله هاي؟ واحد على 0.5 تحت الجذر ناقص واحد قديش واحد على 0.5؟ واحد على 0.5 تكونش قلي حاسبه قديش واحد على نص؟ واحد على نص نص عباره عن ايش؟ واحد على واحد على نص واحد على نص قديش؟ اثنين ناقص واحد واحد يصير عندي هون يساوي واحد مش هيك؟ لو ناخذ الديوتي سايكل مثلا 0.3 يصير عندي ار اف يساوي جذر واحد على 0.3 ناقص واحد واحد على 0.3 واحد ونص 3.33 ماينس واحد تحت الجذر ايش الواحد ونص؟ جواب كله بيطلع واحد ونص